يا أطفال. أهلا. مرحبا سعيد. أهلا فاطمة. ماذا تفعلون؟ أنهم يحسبون ما معهم من نقود. ولماذا؟ ليشتروا هدية لملسون. هذا عظيم. لكن المشكلة يا فاطمة أن ما مع كل منهم لا يكفي لشراء هدية جيدة لملسون. الحل بسيط، اجمعوا النقود واشتروا هدية واحدة لملسون باسمكم جميعا، وأنا وسعيد سنشارك معكم. حاضر. وأنا سأدفع.